مباعدة من المدافع جورج دوبين. وصلت الكرة لصالح فريق نادي الحمرية. يقود فريق حتى من أجل حلم الصعود. في الموسم الماضي كان مع فريق العربي وكان حقيقة قريب جدا من حلم الصعود لولا اللحظات الأخيرة اللي يعني عصفت بأحلام فريق العربي واحدة الصعود بفريق ليفل بجيرة وفريق البطايا. فرق يبقى لا خطيرة أنت السيدة في اللقطة الماضية. عثمان الهامور كان في مكان مثالي جدا للتمرير في اللقطة الماضية، لكن لاعب فريق الحمرية اللاعب رقم 17 معتصم اليمين. استلام بالصدر ومحاولة، ولكن أيضا على الكرة بتتخلص بشكل جيد من لاعب فريق الحمرية. سريعة الآن أمامية في انطلاق